بهيدي الحسن في تويتر قال انه هل يمكن تعزيز الحرية الدينية في غياب الحرية السياسية؟ هو سياسي ولا حقوقي بالمناسبة؟ انا الراجل ادي في شعار المؤتمر، سعدت بدعوتي للمشاركه في الاجتماع الوزاري الاول حول الحريه الدينيه الذي يستضيف وزير خارجيه الامريكي، ويبدا اعمال اليوم في مقر الوزاره بواشنطن وعامل تغريده وبيقول العالم العربي هو أسوأ منطقه في العالم للحريه الدينيه، هناك تحالف سياسي مصلحي غير معلن بين الحكومه وبين مؤسسات الدوله الرسميه، بيضرب في الازهر والكنيسه. يعني من خلال التويته الثانيه دي بهي الدين حسن يهاجم الازهر ويهاجم الكنيسة بشكل فج وحقير من داخل الخارجية الأمريكية، وهذا مرفوض شكلا وموضوعا، وأرى أن الأزهر لابد أن يرد على بهي الدين حسن، وأرى أن الكنيسة المصرية العريقة لابد أن ترد على بهي الدين حسن. ده واحد مش وطني، ده واحد عميل وواحد خاين بشكل واضح. اللي يعمل كده خاين وعميل. احنا بلد 100 مليون 100 مليون مصري، مش هيضرنا أن يبقى فيه 10% مارقين، مش هيضرنا ان يبقى فيه واحد زي بهي الدين حسن بهذا الشكل. كل الدول وعبر التاريخ في مؤامرات وفي خيانات وفي مرتزقه وفي جواسيس، مفهوم هذا الكلام، متفاهمين هذا الكلام، لكن بنفهم ونفهم بعض، بنحاول نقف على حقيقه الامر عشان ما فيش، لان الاخبار اللي بتيجي والكلام اللي بيتحط على الفيسبوك وعلى تويتر هو ده الشائعات. الحق في لجنه، انا بجمع كله اهو وبقوله في كبسوله، كل التحركات داخل الولايات المتحده الامريكيه الان لمحاوله اثناء متخذ القرار الامريكي على موضوع المعونات، بقول لهم لا، الموضوع من اساسه ما احنا ما بنخافش، ما بننحنيش، محتاجين والله محتاجين، بس مش هننساني.